أسعد الله أوقاتكم مشاهدي متابعينا، أهلا وسهلا بكم في جولاتنا الرمضانية. اليوم مشاهدي متابعينا راح نكون احنا وياكم مع جولتنا الرمضانية في مسابقة مع بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، بنك فلسطين المتميز بخدماته المتميزة. عيشوا حياتكم كما تتمنوها مع بنك فلسطين. لا تنسوا أيضا الخدمة المميزة مع بنك فلسطين، خدمة تسديد الدفع من خلال كيو آر، خدمة تسديد الدفع من خلال الكيو آر دائما مع بنك فلسطين البنك الوطني الأول. مشاهدي متابعينا، إفطارا هنيئا، صوما مقبولا، وتقبل الله الطاعات. تعالوا معنا في جولتنا وفي عالم المسابقات بصحبة دائما بنك فلسطين البنك الوطني الأول. مزيد من الخدمات، التوفير، ما إلك إلا بنك فلسطين. تعالوا معنا مشاهدي متابعينا، من وراء الكاميرا سيكون برفقتي عبود الزغلول محمد عناني، ومني أنا منتصر عناني في جولتنا، جولة المسابقات وجوائز وهدايا. اربح كاش مع بنك فلسطين. متى ولد عثمان الأول بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية؟ عالكتنا عالكا عالكتنا عالكا اختيارات فيش خيارات فيش خيارات ما بعرف يلا. طيب احنا نقول لك كل عام وانتم بخير، صح، رمضان كريم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول. طيب اسمعي، إذا بتجاوب على السؤال أو الحزيرة بتاخدي $50 كاش. تمام. متى ولد عثمان الأول بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية؟ شو في خيارات؟ مش راح نجي أصلا، راح أغير السؤال. ريح حالك يعني، ريح حالك. شو في خيارات؟ ما في خيارات. صعب. هلا بلشت. صعب. صعب. بنك فلسطين مش أي بنك. صعب بس السؤال، فيش خيارات من مرة؟ لا ما في خيارات. ايش السؤال ثاني مرة؟ من متى ولد عثمان الأول بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية اللي عرضناها عندنا على الشاشة؟ ما عندي فكرة. أمل، كل عام وأنت بخير. متى ولد عثمان الأول بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية؟ $50 كاش، وهي تحية لأرطغرل. بدك بالسنة ولا بالقرن؟ بالسنة. عارف ولا مش عارف؟ مش عارف. مش عارف. أعطيني خيارات. ما في خيار. ولا خيار. ولا خيار. الخيار غالي والبندورة. وإذا ما أغلى إيش البندورة ولا خيار؟ أغلى إيش عشان هيك. عيد السؤال. شو السؤال؟ لا متى ولد عثمان الأول بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية؟ عثمان بن أرطغرل شو؟ 1920. 1920. أنا بغصنيش. غصنيش. طيب تعالوا معنا، شكرا يا باشا. احنا مع بنك فلسطين البنك الوطني الاول. ترويحتك منه شو بتعمل عندهم؟ كاستمر سيرفيس. انت بنك فلسطين؟ معاهم يا عيني، وقعتك سودا. طيب بكير، متى ولد عثمان الاول بن أرطغرل مؤسس الدوله العثمانيه؟ انا شو بعرفني كاستمرز عنده. احنا بسالوناش بسالهم قديش دخل، قديش طلع، ودائع، توفير. طيب شو بتحكي لبنك فلسطين؟ كيف بنك فلسطين؟ والله الوطني الأول. البنك الوطني الأول بنك فلسطين. بنك الوطني الأول والله. بكير. يا حبيبي. حتى لو ربحت مش عرفت عنه. ليه؟ لأنه بنك فلسطين أنت ممنوع. ممنوع بنزلهم بالحساب. لا ممنوع. طيب أشكرك. الله يسلمك. والعام وأنتم بخير، رمضان كريم. تعالوا معنا مشاهدي متابعينا مع بنك فلسطين البنك الوطني الأول، لا تنسوا خدمة الدفع مع الكيو آر. سألنا سؤال قبل شوية حيرنا الناس فيه، متى ولد عثمان الأول بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية؟ يعني حتى لو جيت تجاوب بتغير السؤال، بتغير، تخافوش. ما بعرف. يا سلام. فكرة. كل عام وانت بخير. وانت بخير. احنا مع بنك فلسطين البنك الوطني الاول، ولا تنسوا خدمة الدفع عن طريق الكيو ار الرمز. طيب آية، شفت السؤال؟ متى ولد عثمان الاول بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية؟ اي سنة؟ مش حتعطيني. لا اللي بتجاوب من بعيد عشفاضي، بس السؤال إلها بيكون.
مش حتعطيني خيارات؟ خيارات ما في عندنا. يعني لا عشي فاضي يعني، لو جابته عشي فاضي. في الخمسينات. تحذري في الخمسينات وانا بالستينات كمان. بعرف الصوت. اسمع، بقول الصديق وقت الضيق صح؟ استعين ولا بنفعه. ايوه طلع قاعد تضحكوا قاعد، ولا بنفعه صح؟ مش عارفين يساعدوك. طيب ايه اشكرك اشكرك، كل عام بخير. تعالوا معنا مع بنك فلسطين، البنك الوطني الاول. المميزة تعالوا تعالوا تعالوا، مرحبا. تربح $50 كاش معهم مصاري الناس، بقولوا مع ناس طيب مصاري. تعالوا نشوف ولا هيك هيك هيك، تعالوا 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 نشوف. عن جد مدينة نابلس حلوة اليوم بأجواءها الحلوة الرمضانية، شوفوا هالأجواء الحلوة. تمام تمام، يلا تعالوا 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 معنا نشوف مين راح يجاوب على سؤال مع مين. مع بنك فلسطين البنك الوطني الأول، بنكم يعني، أنا بدي أقول بنكم بنك فلسطين. يلا تعالوا معنا نشوف مين بده يجاوب على سؤال ويربح $50 كاش. مين؟ احنا في مدينة نابلس الحلوة بناسها. شوف هنا اللي قاعد هنا، مرحبا. اهلين مرحبا، الله يسعد لي مساك. مشتاق. يسعد مساك. الله يسعدك. طيب احنا مع بنك فلسطين البنك الوطني الاول، بتجاوب على سؤال بتاخذ هديتك 50 شيكل $50 كاش. ماشي؟ ابو ايش انت؟ قاسم. ابو القاسم من وين ابو القاسم؟ نابلس. نابلس ابو القاسم من مدينه نابلس، يسعد اوقاتك. اجواء رمضان كيف حبيبي؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شو بتشتغل انت؟ والله بشتغل بالملابس. الله يعطيك الصحه. الله يعافيك. طيب اسمع يا سيدي، ما المناطق التي يطلق عليها مملكه الظلمات؟ والله ما بعرف. والله ما بعرف. طيب كل عام وانت بخير، راح يتغير السؤال يعني لو طلته. يلا ريح بالك ريح بالك. مرحبا. اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ وانت بخير؟ العام وانت بخير. تمام. رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. شو اسمك؟ بدر. شوف رغم رمضان هيك الابتسامه حلوه، لازم تضلكم مبتسمين شو ما كانت الدنيا. الله يخليك. طيب المناطق التي يطلق عليها مملكه الظلمات وين هي؟ مملكه الظلمات؟ اه والله لا خلاص راحت عليك. خيارات؟ طيب خيارات ما في عندنا خيارات، لا شيء مما ذكر. يلا الموزمبيق يا سيدي. موزمبيق. طيب انا معطيك صفره مجانا على الموزمبيق لحالك. اوه يا حبيبي اشكرك. طب تعالوا معنا نشوف، تعالوا تعالوا نشوف مع بنك فلسطين البنك الوطني الاول. ما المناطق التي يطلق عليها مملكه الظلمات؟ يطلق عليها مملكه الظلمات. مش خيارات؟ تعال بقول له تعال. يلا وينه؟ ساعده. الله اعلم. ساعد يا اخي. شو عبد الكريم؟ مملكة الظلمات. مملكة الظلمات وين هي المنطقة؟ مملكة الظلمات في الآخرة. في الآخرة. الله يعيننا على الجنة والنار. طيب شو الآخرة؟ شو لابس في الآخرة؟ شو يا سيدي البلد؟ قالوا لي عندي الحل البقدونس. بعرفش والله. بعرفش والله. اختصارا بعرف. قبل ما تيجي لي. طيب أشكرك. احنا مع بنك فلسطين. كل الاحترام. البنك الوطني الاول. بنكي. 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 بنكي انا برضه شكات منه. من كله شكات من بنك فلسطين. اها. وخدمة الرمز كيو ار اليوم الدفع المسبق. ذهب. 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 طيب شو اسمك؟ عمار عاشور. عمار عاشور. عمار ان شاء الله بتكون عمار هالبلد يا رب. ايش 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 عشان بدي اربح فيه. طيب تعطيني فيه الخبز؟ يلا ماشي. طيب حط له فرشات. طيب يلا $50 كاش. ما المناطق التي يطلق عليها مملكة الظلمات؟ ظلمات. سؤال بتغير لواحد غيره. خيارات. فيش خيارات. مملكة. مملكة. راح 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 ماشي لك. لا لا. مملكة الظلمات. لا 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 مش راح ياخذها. لا لا خلص ما عندي شيء. ما فيها كانت شطرت وقتها. أبو الحريف. ايش خي خيارات؟ ما في ما في. خلص ايش نصيب. تعرف مين أصغر رئيس أمريكي تولى الحكم؟ كلينتون. 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 اشكرك. كلينتون. اشكرك. عفوا. كل عام وانت بخير. صحة والسلامة. الإجابة غلط. معناتها جوز جونسون، جون كينيدي اللي كان. اوه هيك أقدم واحد. كلينتون طازة. أي نعم. $50 كاش من بنك فلسطين.
مبروكات عليك. شكرا لك يا سيدي، بارك الله فيك، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. بارك الله فيك. شكرا لك. نشكر تلفزيون الفجر. مع بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. طيب يا سيدي، بدنا نخلص، بدنا نروح بالعربي. طيب، من مؤسس الصهيونية؟ شو اسمه؟ أنا مليش كثير بالتاريخ بصراحة. مليش كثير بالتاريخ. خليك هلا بجيكي، بس ما تحكيش. التاريخ، هات غير التاريخ. طيب خلينا نروح عند الصبية نشوفها. هركل هركل. شو قاعد بنكل؟ جوزي جوزي. جوزها قاعد بنكل فيها. شو هات 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 هات. خليه خليه خليه. مرحبا يا جوزها. كيفك؟ شو أخبارك؟ لا والله أنا دلقة، بس من عندي هرسل مؤسس الحركة الصهيونية. هرسل، شو اسمه الأولاني؟ استنى شوي. استنيت معك شوي. جوزها جوزها لم فارس جوزها. آه كمل. مش هو هرسل. ثيودور، يمكن ثيودور. شو رأيك ثيودور هرسل؟ ايش الاسم الاول؟ ثيودور هرتزل. ايوه مظبوط. شكرا لك. جوزها هو اللي حللها، ما فيش مشكله، بامكانك تستعين بجوزها. يا جماعه مؤسس الصهيونيه هو ثيودور هرتزل. اجابه موفقه. وين راح ابني فارس؟ هاي $50 من بنك فلسطين. شو بتحكي لهم؟ كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله، ينعاد عليكم بالصحه والسلامه يا رب. شكرا لك. عادات البال ان شاء الله. يعزم جوزك ان شاء الله. اشتغل 50 طيب. اشكرك. اذا مشاهدينا ومتابعينا، شكرا لكم لوجودكم معنا. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول. ولا تنسوا عيشوا حياتكم كما تتمنوا مع خدمات بنك فلسطين. ولا تنسوا كمان الخدمه الاسهل، عشان الدفع يسهل عليكم عن طريق الرمز الكيو ار. مشاهدينا ومتابعينا، بشكركم على وجودكم معنا في مدينه مع البنك الوطني الأول بنك فلسطين. ولا تنسوا دائما من كلكم إفطارا هنيئا صوما مقبولا، وتقبل الله الطاعات. شكرا لزميلي من وراء الكاميرا عبود الزغلول، محمد عناني، ومني أنا منتصر العناني. دائما مع بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.